أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيناقش موضوع طلبة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة الذي عقدت حوله عدة حوارات، مبرزا أنه سيتم تشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم ممثلين عن جميع المتدخلين من الإدارة وعمداء كلية الطب وممثلين عن الأساتذة وممثلين عن الطلبة فضلا عن خبراء، والتي ستنطلق في عملها خلال الأسبوعين المقبلين بهدف مقاربة إصلاح تعليم الطب وطب الأسنان والصيدلة بطريقة شمولية وجذرية تستشرف المستقبل من أجل الاستجابة لمختلف الانتظارات والتساؤلات وحل الإشكالات الموجودة في إطار التوافق، ليبقى بلدنا دائما شامخا قادرا على مواجهة تحدياته بطريقة توافقية ترضي الجميع. وفي ختام كلمته، دعا السيد رئيس الحكومة أن يوفق طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وجميع الطلبة المغاربة في جميع الكليات، وكذا تلاميذ البكالوريا الذين يجتازون هذه الأيام امتحانات الدورة الاستدراكية. قبل المرور إلى عرض ما صدق عليه المجلس بخصوص المشاريع القوانين، أعرض وأتقدم بين أيديكم بالتصريح الحكومي المتعلق بقضية طلبة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة. إدراكا من الحكومة بأهمية منظومة التكوين التي تشكل الحلقة الجوهرية في تحسين ظروف التحصيل العلمي والتدريب والإدماج، وانطلاقا من الرغبة الصادقة في إيجاد حلول لجميع الإشكالات المطروحة من طرف مختلف المتدخلين والفاعلين في هذا الشأن، فقد قررت الحكومة إحداث لجنة مشتركة من رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وممثلين عن عمداء كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وعن مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثلين عن الأساتذة والطلبة وأعضاء مختارين لخبرتهم في هذا المجال، وذلك بهدف إعداد تصور شامل لإصلاح حقيقي وعميق وموضوعي لمنظومة التدريب والتكوين الطبي بجميع مكوناتها من صحة وصيدلة وطب الأسنان، بارتباط هذا الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية، وذلك بشكل يرقى إلى طموحات الجميع ويحسن من جاذبية العرض التعليم الطبي بالمملكة المغربية. كما ستولي الحكومة أهمية قصوى للمخرجات والتوصيات التي سيفرزها عمل هذه اللجنة التي ستشرع في عملها ابتداء من الأسبوع المقبل وفق برنامج واضح وجدول أعمال محدد ومفتوح على كل ما سيسهم في تطوير هذه المنظومة على أن تتم بلورة مختلف التدابير والإجراءات قبل ما تم السنة الحالية 2019. ومن جهة أخرى، فإنه حرص من الحكومة على أهمية إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تمكينهم من الإعداد الجيد لاجتياز مختلف امتحانات ومباريات نهاية السنة الجامعية، فقد تقرر دعوة مجالس الكليات لتنظيم دروس وأشغال تطبيقية وتوجيهية استدراكية لتمكين الطلبة من التهيئ الجيد للامتحانات المنتظر برمجة تنظيمها في شهر شتنبر المقبل بحول الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.